في عالم الصناعات الاستخراجية كل شيء لافت وجديد بالنسبة للزائر الغريب. فهذه الشاحنة ذات العجلات العملاقة تحمل على متنها أزيد من 200 طن من خام الحديد، فرضت لنفسها بقوة المحركات نظاماً مرورياً خاصاً، وخطت بوزنها الثقيل الطريق الذي تسلكه وهي تمشي الهوينة إلى البئر الإسطواني الضخم لتفريغ حمولتها وبكل صخب. هنا يبدأ محمد محفوظ مرحلة جديدة من المعالجة باستخدام جهاز تحكم تقني ومحرك يدوي مع توجيه لسائق الشاحنة عبر الاتصال اللاسلكي نحو الهدف. عندها تبدأ الجعجعة والغربلة لتكسير الحجارة وتخفيف وزنها، ثم تقطيعها إربا إربا مع إزالة الزوائد المعدنية. نشتغل أوبراتور هون في هذا الكونكسر، شغلتنا عندما نجي هون بداية نعوق قدامنا أوبراتور، وإلى عاد اللي عنده رابور يعاد يعطيهن نشدوا على الأخبار، إلى عاد اللي كانت كونكسر عنده خسارة الله شي يقولهن كأوبراتور سابقنا. من أنت من دمارو أنا صاحب البيسة، ومن اللي يعطينا دردنا من دمارو، من أنت من دمارو عندنا البوتون اللي هي مرش هنا قمسوها يعني دمارو كونكسر. بعد ساعة عقب ذاك حدنا نقدر نعود نقدو نبنو الكمين، عيطوا له المين يشونه نبنو الكمين، وين نبنو الكمين نبنوه بالشور كي نقول واحد يبني يعطي ساعة شوي ويبني مرة أخرى يعطي ساعة يفوت يمشي برودوي. حدنا نعود عقب ذاك نقدر نقول في دانش. بعد تحديد المقاس والصنف والحجم تأخذ الحجارة المشبعة بمعدن الليماتيت مساراً آخر، يتولى فيه الشريط الجوال نقل المادة إلى المسحي الآلي لتنقيتها من الشوائب وصقلها من الأتربة والغبار ومن شظايا الحجر. تقوم المعالجة على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى وهي مرحلة تخفيض حجم الحجارة المشبعة بالمعدن إلى ما دون 250 ملم، تليها مرحلة ثانية وهي مرحلة يتم فيها تقليص حجم المعدن إلى ما دون 40 ملم، لتتلو ذلك عملية ثالثة وهي عملية أخيرة وفيها يتم تقليص حجم المعدن إلى ما دون 10 ملم. ومع مواكبة التطور الحاصل عالميا في المجال، عملت الشركة الوطنية للصناعة ومناجم سنيم على إدخال تحسينات للمنشأة مكنت من توسعة نطاق عملها في المجال، وهو ما كان له الأثر البين على الإنتاج اليومي من الحديد. تؤكد المعطيات الفنية أنه من النتائج الإيجابية التي حققتها هذه التوسعة الجديدة فك الارتباط الكلي بالمنجم من جهة وبالقطار من جهة أخرى، حيث أصبح العمل متواصلا في جميع مكونات المنشأة ليل نهار وعلى مدار الساعة.